أخبار السابعة من قناة طناصح، والبداية بأهم الأنباء. الطيران الأجنبي يكثف من استهداف العالقين في قنفودة، وتواصل الاشتباكات بين شرطة الثوار وقوات حفتر في المحور الغربي. صحيفة العرب اللندنية تكشف عن صفقة سلاح بين حفتر وروسيا، وعضونا بالنواب المنحل يؤكد هذا الخبر. في السابعة أيضا، اجتماعاتنا متواصلة بين الجزائر وتونس للعمل على إيجاد حل للأزمة الليبية. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء، والبداية من بني غازي، حيث شن طيران الأجنبي الموالي لمجرم الحرب حفتر الاثنين شن غارتين جويتين على منازل العالقين في منطقة قنفودة السكنية، وذلك حسب الذراع الإعلامي لشورى ثوار بني غازي. مركز السرايا ذكر أن طيران المياق التابع لحفتر شن غارتين جويتين على منازل العالقين، مضيفا أن قوات مجرم الحرب خليفة حفتر تكثف من استهدافها منازل العالقين وبشكل عشوائي. أيضا، حيث أكد مصدر من مدينة بني غازي بأن طائرات المياق التابعة لميليشيات ما يعرف بالكرامة قد شنت الأحد 7 غارات جوية على منطقة قنفودة. المصدر قال أن الطيران الأجنبي الداعم لقوات حفتر يحلق وبكثافة على مواقع سيطرة الثوار، من بينها طائرات الرصد والتجسس. يشار إلى أن منطقة قنفودة السكنية تتعرض لقصف مكثف من قبل الطيران الموالي لحفتر، ما تسبب في أضرار مادية وبشرية أيضا. هذا وأكد مصدر من مجلس الشورى ثوار بني غازي الأحد سقوط طائرة حربية من نوع مياق على منطقة قنفودة، وذلك بعد استهدافها بصاروخ حراري. المصدر ذكر في تصريح للتناصح أن طائرة سقطت بعد تنفيذها لعدة غارات على منطقة قنفودة. وفي ذات السياق، أكدت مصادر إعلامية مقربة من عملية الكرامة سقوط طائرة من نوع مياق على منطقة قنفودة، معللة سبب الحادثة بأنها نتيجة خلل فني. هذا وأشرت تلك المصادر إلى نجاة يونس الدينالي وهو قائد الطائرة ورفيقه بعد تنفيذها لعدة غارات في منطقة قنفودة وأبو صنيب أيضا غربي بني غازي. أفاد مركز السرايا للإعلام الاثنين بتجدد الاشتباكات بين شرطة ثوار بني غازي وقوات مجرم الحرب حفتر في المحور الغربي للمدينة. الذراع الإعلامي لشرطة ثوار أكد سقوط 3 قتلى تابعين لقوات حفتر إثر الاشتباكات، ومضيفا أن لغما أرضيا انفجر في مجموعة من المشاة التابعين لقوات حفتر التي حاولت التقدم في المحور، ما أدى إلى مقتل 2 منهم وإصابة 3 آخرين. هذا وأكد مصدر من شورى الثوار أن قواتهم لا زالت تسيطر على كافة تمركزاتها غربي المدينة، ونافيا ما يتم تداوله عبر القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة. أفاد مصدر طبي من مدينة بني غازي لقناة تناصح الاثنين أفادنا بمقتل 50 عنصرا تابعين لقوات مجرم الحرب حفتر في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها محاور القتال. المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ذكر أن من بين القتلى 3 قادة ميدانيين تابعين لحفتر، مؤكدا أيضا سقوط 10 الجرحى من قوات حفتر إصابتهم بين المتوسطة والحرجة. هذا وشهدت محاور القتال في بني غازي الأيام القليلة السابقة اشتباكاتنا وصفت بالعنيفة بين قوات شورى الثوار وقوات مجرم الحرب حفتر. أفاد مصدر عسكري من مدينة بني غازي مقتل قائد ميداني بكتيبة القوات الصاعقة والتابعة لما يعرف بعملية الكرامة في اشتباكاتنا مسلحة مع مقاتلي مجلس شورى ثوار بني غازي في محور قنفودة وأبو صنيب غربي المدينة. هذا وقالت مصادر محلية في بني غازي أن الاشتباكات اندلعت على خلفية محاولة مقاتلي مجلس الثوار للتقدم صوب مواقع قوات الكرامة في محور أبو صنيب.
كشفت صحيفة العرب اللندنية عن صفقة سلاح بنحو ملياري دولار تم الاتفاق عليها بين مجرم الحرب حفتر وروسيا، دفعت الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات الأميرال كوزنيتسوف قبالة سواحل طبرق الأيام الماضية. الصحيفة أشارت إلى أن التحرك العسكري الروسي نحو ليبيا جاء عقب التوصل إلى اتفاق بين حفتر وروسيا لتفعيل اتفاقية حول عقود تضمنتها صفقة سلاح كان النظام الليبي السابق قد أبرمها مع روسيا في العام 2008. ومن جهته أكد أو كشف عضو مجلس النواب المنحل إسماعيل الغول عن وجود صفقة سلاح بأكثر من ملياري دولار بين روسيا ومجرم الحرب خليفة حفتر، والتي جسدتها زيارة حاملة طائرات الأميرال كوزنيتسوف والتي رست قبالة سواحل طبرق. الغول قال إن اتفاق التعاون العسكري بين ما أسماه الجيش الليبي وروسيا يعد ثغرة كبيرة في جدار حظر السلاح على ليبيا، وأن ذلك يؤشر على بداية انهيار هذا القرار. يذكر أن التقارب العسكري الروسي الليبي يأتي عقب التوصل إلى اتفاق بين حفتر وروسيا حول تفعيل اتفاقية حول عقود تضمنتها صفقة سلاح كانت قد أبرمت مع روسيا في العام 2008. قالت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية إن روسيا تسعى إلى تنظيم لقاء يجمع مجرم الحرب حفتر ورئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز أسراج في العاصمة المصرية القاهرة. الصحيفة ذكرت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل على توسيع نفوذه في المنطقة ببناء قاعدة عسكرية روسية قبالة السواحل الليبية. ونوهت الصحيفة إلى أن اللقاء المتوقع بين أسراج وحفتر يهدف إلى تفكيك ما وصفتها بالميليشيات في طرابلس والمنطقة الوسطى حسب الصحيفة. أيضا قال وزير الخارجية الإيطالية أنجيلينو ألفانو إنه يؤيد أن تبقى دولة ليبيا موحدة، ومؤكدا أن حكومته أعطت توجيهات لإعداد مساعدات عاجلة وإنسانية ليتم إرسالها إلى شرق ليبيا ستتضمن أدوية ومواد طبية. ألفانو أضاف في تصريحات للتلفزيون الإيطالي لم يحدد تاريخ وصول شحنة المساعدات، فيما سبق وصرح ألفانو أن بلاده تسعى إلى تحقيق اتفاق شامل لكل الأطراف في ليبيا يضم مجرم الحرب خليفة حفتر. أجرى وزير الخارجية التونسية خميس الجاهناوي والجزائرية رمضان العمامرة مشاورات ثنائية بشأن الأوضاع في ليبيا والحلول الكفيلة بالخروج من الأزمة الليبية الراهنة. جاء ذلك على هامش مشاركة الوزيرين في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط بالعاصمة الفرنسية. وبحسب وسائل إعلام في البلدين فقد ناقش الوزيران تفعيل العمل المشترك الثنائي والعمل المشترك مع مصر من أجل حلحلة الأزمة الليبية. هذا وكان وزير الخارجية الجزائرية رمضان العمامرة قد عقد لقاءنا في وقت سابق مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري تطرقا خلاله إلى القضايا المشتركة ومن بينها الأزمة الليبية. وفي شأن آخر، حيث اجتمع النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام رفقة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني يوم الأحد مع عدد من حرائر ميدان الشهداء. الاجتماع وبحسب إحدى الحاضرات نوقش فيه سبل تأمين ميدان الشهداء في أيام المظاهرات الأسبوعية نظرا لسوء الأوضاع الأمنية وتعرض بعض المتظاهرين والمتظاهرات للتهديد. هذا وأشار المصدر إلى أنه تم فيه أيضا مناقشة المؤتمر الوطني العام عن جدول أعماله القادم، خصوصا بعد رجوعه إلى مقره بالعاصمة الليبية طرابلس. شرعت حكومة الإنقاذ الوطني في صيانة الشقق والمنازل المتضررة جراء الهجوم الذي وقع على غابة النصر في منطقة باب بن غشير. حكومة الإنقاذ كانت قد شكلت لجنة فنية لصيانة الشقق، وبدورها قامت اللجنة بتكليف شركة لتنفيذ مشروع الصيانة. هذا وقال أحد المهندسين المشرفين على المشروع إن عدد الشقق المتضررة بشكل كامل 11 شقة، إلى جانب 9 شقق متضررة بشكل جزئي.
إشارة إلى أن رئيس حكومة الأنقاذ الوطني خليفة الغويلة كان قد زار أهالي المنطقة المحيطة بغابة النصر، حيث اطلع على حجم الأضرار ووعد الأهالي بتأمين المنطقة والصيانة أيضا. نعم. قام قسم الحركة بالهيئة العامة للوقافة والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الأنقاذ الوطني، قام بتزويد عدد من المستشفيات بوقود الديزل لتشغيل المولدات التابعة لها إثر انقطاع الكهرباء. أحد العاملين بقسم الحركة في تصريح للتناصح قال إن عملية التوزيع شملت مستشفى الحوادث والطوارئ ومستشفى الجلاء بالإضافة إلى الإمداد الطبي، لافتا إلى أن كمية الديزل الموزع فقط 8000 لتر. هذا وأشار إلى أن عملية التوزيع جاءت بناء على طلب من رئيس الهيئة العامة للوقافة السيد أحمد أشتاوي الذي لبى حاجيات المستشفيات في ظل الأوضاع الصعبة للمرضى بداخلها. السابعة متواصلة من التناصح وفيها بعد الفصل. الشركة العامة للكهرباء تعلن عن قرب فتح صمام الزاوية المغلق. لأبناء شعبنا الكريم، سيتم تقديم خطة عمل الحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق، ولكن نحن نراهن على الزخم والدعم الشعبي والذي لمسناه منذ دخولنا لطرابلس، وكان استضاف في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا. الشعب يريد إصلاح التصرفات، الشعب يريد إصلاح التصرفات، حيث قمنا بجملة من المعالجات المالية والاقتصادية كدفع المرتبات المتأخرة وتوفير السيولة النقدية. والله إلا كذب، كل كذب، ولا عاجبك المصرف اللي هناي، والله الواحد يبكي. ومعالجة مشاكل الكهرباء والطاقة. المساة اللي نعانوا فيها للضيفات حتى العشر ساعات. حان وقت العمل. Oh,
بدأنا بالفعل بالخطوات العملية اللازمة لتوحيد مؤسسات الدولة، خصوصا المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية اللازمة لحل الأزمات الحالية ورفع المعاناة على المواطن البسيط. أهلا بكم من جديد. بيّنت الشركة العامة للكهرباء أن فقدان 1000 ميجاوات من الشبكة العامة أدى إلى حدوث الإظلام التام. الشركة وفي بيان نبثته عبر صفحتها بوسائل التواصل أوضحت أنه بسبب الاعتداءات المتكررة على محطات التحويل والامتناع عن تنفيذ برنامج طرح الأحمال اليدوي وقفل صمام المغذي لمحطة توليد كهرباء الزاوية أدى إلى توقف محطات التوليد عن الخدمة بشبكة المنطقة الغربية الممتدة من أجمينس شرقا إلى رأس جدير غربا. قال رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء محمد عكيكة، قال أن الشركة تواصلت مع الأطراف المتنازعة في مدينة الزاوية وورشفانة وتلقت وعودا من الطرفين بإطلاق المحتجزين هذا اليوم. عكيكة صرح الاثنين بأن محطة الزاوية المزدوجة تزود الشبكة ب 500 ميجاوات يوميا، مشيرا إلى أن هذا الرقم مهم جدا للشركة ومن شأن المساهمة في التخفيض من ساعات طرح الأحمال عن المناطق المختلفة، وأشار إلى أن نتائج استمرار حدوث الإظلام التام ستكون كارثية على الاقتصاد الليبي، موضحا أن المنظومة التي تعمل في ليبيا حاليا من الناحية التقنية تعد من أسوأ منظومات الشبكات الكهربائية في العالم أجمع. عقد اجتماع ظهر الأحد في مقر الشركة العامة للكهرباء السواني برئاسة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويلة ورئيس الجمعية العمومية للشركة وبحضور محمد عكيكة رئيس مجلس إدارة الشركة وأسامة الصعيطي المدير التنفيذي للشركة والمدراء العامين. هذا وتناول الاجتماع ما تعرضت له الشبكة العامة من مشاكل فنية والتي أدت إلى انهيارها ليلة السبت والحلول العاجلة والسريعة لاحتواء هذه الأزمة. هذا وتناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل المتعلقة بالمشاريع المتوقفة وأمكانية وضع الحلول السريعة والعاجلة لها وعودة الشركات الأجنبية لاستكمال تنفيذ هذه المشاريع وبعض المواضيع ذات العلاقة من أجل الرفع من كفاءة الشركة العامة وتذليل جميع العقبات المعرقلة لسير العمل على أكمل وجه. وفي تداعية هذا الشأن، حيث طلب سكان طرابلس المركز من المنصورة والصريم وعمر المختار ضرورة اعتماد آلية للتوزيع العادل لطرح الأحمال على مناطق العاصمة، الأهالي عبروا في بيان لهم عن مدى معاناتهم من جراء انقطاع التيار الكهربائي لمدة طويلة، مشيرين إلى أنهم على دراية تامة بحجم المشكلة، لذا لا يطالبون بتوفير الكهرباء على مدار ساعات اليوم كاملا، ولكن يطالبون بالتوزيع العادل في ساعات طرح الأحمال أسوة بباقي المدن. السكان وعبر بيانهم أيضا وجهوا رسالة لكل المسؤولين أنهم لن يقفوا متفرجين إزاء هذا الظلم الواقع عليهم. عملنا بأرقى ما يمكن إزاء هذه الأزمات المتتالية المتعمدة، وتحملنا لله ثم لأجل الوطن وابناء الوطن، إلا أنه لا يمكن بعد الآن السكوت على هذه التجاوزات والظلم البين حينما تنعم أغلب المدن الليبية بالكهرباء دون حساب، وذلك بعض المناطق وكذلك بعض المناطق حتى داخل نطاق طرابلس الكبرى لا ينقطع عنها الكهرباء مطلقا أو لساعات محدودة. إننا ونحن بصدد هذا البيان نريد أن نوضح أننا على علم بحجم المشكلة الحقيقية، لذا نحن لا نطالب بتوفير الكهرباء على مدار الساعات اليوم، ولكننا نطالب بالتوزيع العادل في ساعات طرح الأحمال أسوة ببقية المدن الليبية الأخرى، وهذا بيان منا ورسالة لجميع المسؤولين في ليبيا. هذا وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت عن حدوث إطفاء تام على كامل المنطقة الغربية والجنوبية وبعض المناطق الشرقية البلاد ليلة السبت، مضيفة أن العودة ستكون تدريجيا. وأوضح الاستشاري بشركة العامة للكهرباء أبو النور النفاتي في تصريح لتناصح، أوضح أن الانقطاع التام على المنطقة الغربية جاء نتيجة التعديات على بعض وحدات التوليد وزيارة الأحمال بالإضافة إلى إقفال خط الغاز المغذي لمحطة كهرباء الزاوية. هذا وأكد النفاتي بأنه عند خروج وحدات التوليد عن الشبكة فإن إرجاعها يحتاج إلى ساعات وسيكون بالتدريج.
تشهد مدن غات ومرزق وأوباري والقطرون في الجنوب الغربي انقطاعا متواصلا للتيار الكهربائي استمر لأكثر من 8 أيام متواصلة. وأكد المتحدث باسم المجلس البلدي غات حسن عثمان في تصريحنا لوكالة أنباء تضامن الأحد، أكد استمرار انقطاع الكهرباء عن هذه المدن لليوم 8 على التوالي دون معرفة أسباب ذلك من إدارة الكهرباء. هذا وأضاف عثمان أن انقطاع الكهرباء صاحبه انخفاض حاد في درجات الحرارة، ومضيفا أن مدينة غات تعاني أيضا من انقطاع للمياه على معظم الأحياء والمناطق نتيجة توقف مضخات المياه في الآبار باعتبارها المصدر الوحيد للمياه في المنطقة. شكل رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء المهندس محمد عكيكة غرفة طوارئ في المنطقة الجنوبية تضم مديري الإدارات والمهندسين والفنيين المختصين بطرح الأحمال. ووفقا لصفحة الشركة على موقع الفيسبوك، تقرر تزويدهما بهاتف نوع ثريا لضمان التواصل والتنسيق فيما بينهما. هذا وطلب عكيكة من الإدارات العامة المختصة توفير كل ما يلزم للغرفة من إعاشة وخدمات ضرورية أخرى. يذكر أن شركة الكهرباء فرع الجنوبية كانت قد أعلنت في الأيام الماضية عن دخول الجنوب الليبي في إطفاء تام. تعصف أزمة إمدادات الطاقة الكهربائية بمدن البلاد طولا وعرضا دون أن يلوح في الأفق بادرة أمل في حل قريب. نتابع سويا. بحلول مؤقتة كمن يتناول عشاءه مرتين تعالج أزمة الكهرباء كغيرها من الأزمات لإسكات أصوات مناهضة وأخرى ثائرة دون أن يكون للجهات المختصة دور واضح في ترتيب حلول جذرية لأزمة ملتهبة حادة ما إن تختفي أعراضها لبعض الوقت حتى يعم طفحها جسد دولة المترنح تحت ضربات الانقسام السياسي والتعصب القبلي والجهوي. وحدات توليد الطاقة المنتشرة في البلاد يمكن تصنيفها على 4 حالات. حالة أولى من تلك الوحدات في وضع مهترئ فنيا وتحتاج إلى عمرات جسيمة لتعود إلى مستويات أداء مقبولة، وأخرى ذات أداء أقل من القيمة الإسمية المصممة لها، وحالة ثالثة لمنشآت إنتاج الطاقة تعمل بشكل جيد، وحالة أخيرة تشمل تلك المحطات التي لا تزال تحت الإنشاء بنسب متفاوتة. تحذيرات الخبراء قبيل عام 2010 كانت تشير إلى أن ليبيا ستواجه أزمة حقيقية في الطاقة الكهربائية، وربما يتطور الأمر إلى عوز كهربائي ما لم يتم إنفاق المليارات لتحسين أداء المحطات القائمة وإنشاء محطات أخرى جديدة والاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة لتغطية الطلب المتزايد بشراهة على الطاقة، حيث يشكل الاستهلاك المنزلي 36% واستهلاك المنشآت التجارية والمرافق العامة بالإضافة إلى إنارة الطرق نسبة 14% لكل منها، بينما تحظى الاستعمالات الصناعية والزراعية بما نسبته 6% لكل واحدة من بينها. قطاع الكهرباء بات يعاني من إشكاليات مزمنة ومعقدة وصراعات بين العاملين فيه على تقلد المناصب الإدارية، الأمر الذي ينعكس على بلورة مشاريع تعتمد رص الحروف عوضا عن رص الصفوف، ويجعل من المستبعد الوصول إلى مستويات إنتاج الطاقة تلبي حاجة المستهلك وتنقذ البلاد من الأزمة التي قسمت ظهر الناس. أيضا أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن عمل تخريبي في البرج 220 كيلو فولت رقم 102 أدى إلى سقوطه بين جبل الحساونة والأريل في مسافة 47 كيلومترا عن محطة قمر أثنان، وسرقة الأسلاك ما سيؤدي إلى زيارة عدد ساعات طرح الأحمال في منطقة فزانة. الشركة طلبت الجهات الأمنية والمجالس البلدية وعيان وحكماء المنطقة الجنوبية والسادة المواطنين بتكاثف الجهود لمنع هذه الاعتداءات التي أرهقت كاهل الشركة ماليا وخدميا وأزرت من معاناة المواطن بطول ساعات طرح الأحمال عليهم. من جهته قال المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر إنه قلق للغاية من انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى من الدولة الليبية،
كوبلر وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي تويتر قال الأحد، حيث حث السلطات المعنية على إصلاح العيوب الفنية بالخصوص وتزويد محطات الوقود بالبنزين وفق قوله. هذا وشهدت المناطق الغربية والجنوبية ليلة السبت إظلاما تاما وخروج بعض الوحدات عن الخدمة، ما أدى إلى انهيار بالشبكة. في الخبر الأخير ومن الكهرباء إلى الماء، حيث قالت الهيئة العامة للمياه إنها تتوقع وصول المياه للعاصمة طرابلس بشكل تدريجي بدءا من الثلاثاء ومنها إلى كل المدن والمناطق التي تتغذى من المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي. الهيئة أوضحت على صفحتها في فيسبوك أن أمر تدفق المياه بشكل اعتيادي مرتبط باستقرار الشبكة العامة للكهرباء. يشار إلى أن منطقة حقول الأبهار بجبل الحساونة لا تخضع لطرح الأحمال المقرر من طرف الشركة العامة، إلا أن دخول المنطقة الغربية والجنوبية في حالة الإظلام التام أدى إلى توقف ضخ المياه في خطوط تغذية منظومة النهر. وإلى جولتنا في أحوال الطقس نتابع سويا. قبل الختام هذا تذكير لأهم الأنباء. الطيران الأجنبي يكثف من استهداف العالقين في قنفودة وتواصل الاشتباكات بين شورى الثوار وقوات حفتر في المحور الغربي. صحيفة العرب اللندنية تكشف عن صفقة سلاح بين حفتر وروسيا وعضو بالنواب المنحل يؤكد هذا الخبر. اجتماعات متواصلة بين الجزائر وتونس للعمل على إيجاد حل للأزمة الليبية. وتابعتم أيضا الشركة العامة للكهرباء تعلن عن قرب فتح صمام الزاوية المغلق. وفي الختام مشاهدينا يمكنكم متابعة بثنا الحي على صفحتنا في فيسبوك تناصح تي في وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر تليجرام يوتيوب تناصح دوت تي في. إلى اللقاء.